عيد الفطر وهو العيد الخامس يسجل حضورا غير فاعل في ذي قار. أكثر من 5 سنوات تمر الأعياد وفق التقويم الهجري دون تسجيل احتفال للعوائل في المتنزهات والشوارع، إذ أصبح ذي قار ومنذ حرب داعش تسجل انخفاضا في الاحتفال بالأعياد والمناسبات. حقيقة احنا مدينة الناصية مدينة تفتقر إلى أبسط معالم أو أبسط مرافق الحياة التربيعية. احنا كأبناء مدينة الناصية يعني نحتار وين نودي عوائلنا مثلا، يعني ما اعرف وين نروح. هي مدينه الالعاب ولحقون على مدينه الالعاب، طلعت جزء لهذا وجزء ذاك. نتمنى من اخواننا المسؤولين ان يفكرون ويكونون جديين بهذا الموضوع، لان المدينه الوحيده بالمحافظات ما عندنا منافذ ترفيهيه. نتامل ان تكون مدينه العاب حقيقيه، يعني مو بس فقط مدينة الألعاب، أماكن ترفيهية العوائل للشباب لغيرها كون يعني كون موجودة. يعني هسه نستغل هاي مثلا الكورنيش، نقدر نستغل عندنا أماكن جدا واسعة كمحافظة ذي قار وحتى في الأقضية والنواحي. يعني نفس الشيء عندك، يعني أكثر الأقضية والنواحي ما بيها أماكن ترفيهية، فشوف دائما العوائل تقتصر يعني تروح بين يعني الأقارب والأهل وغيرها، فيحتاج حقيقة وقفة جادة. نقص المناطق الترفيهية وزيادة الفقر وارتفاع في درجات الحرارة ونقص في تجهيز الكهرباء سبب آخر في عدم الاحتفال، أما تلاشي البنى التحتية جعل بعض العوائل ميسورة الحال تسافر خارج المحافظة. إنه مدينة الناصية مهملة من حيث الخدمات ومهملة من حيث الأمور الترفيهية للمواطنين وخاصة للأطفال، وهذا عيد احنا تعودنا بالأعياد الأطفال يروحون مدينة الألعاب، يروحون أماكن للترفيه، إلا نشوف مدينتنا بائسة وما بها أماكن للترفيه. ندعو المسؤولين بكل جدية إذا عندهم جدية أن ينظرون لهذا الأمر وبهاي المناسبات، وتكون مرافق سياحية وترفيهية للمواطنين وللأطفال. ومع قلة الأماكن الترفيهية ما زال ذي قارون يجددون الأمل باستعادة الأمن في مدينة مضطربة منذ أكثر من 3 سنوات بمحاسبة القتلة والفاسدين. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.